أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا صاحب مهنة مرموقة في مجتمعي، وهذه تأخذ جل وقتي لأنها تحتاج لتطوير المستمر ومطالعة وبحث، وقد من الله علي بالهداية إلى طريق السنة والتوحيد وحب طلب علم الشريعة، وكلما انشغلت في مهنتي ينتابني إحساس بأن مهنتي مهنة دنيوية وانشغال بالدنيا عن الدين، خصوصا وأنها تحتم علي مخالطة أناس بعيدين عن الدين وبعضهم كفر، فأصبحت في حيرة من أمري، وجهوني مأجورين، هل عمل هذا انشغال بالدنيا وانغماس فيها، وهل فيه نوع من الموالاة لهؤلاء الكفر الذين هم على غير دين الإسلام؟ إذا كان عندك رغبة في طلب العلم الشرعي وعندك استعداد فانتهز هذه الرغبة وهذا الاستعداد واطلب العلم الشرعي، وأما الرزق فالله جل وعلا يرزقك، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا كان عندك رغبة في تعلم العلم الشرعي وأمكن هذا، حصل لك فرصة أنك تتعلم العلوم الشرعية، فبادر إلى هذا. وأما الحرفة التي أشرت إليها هذه لا تضيع، تبقى معك، وبعدين إذا تعلمت العلوم الشرعية أو تعلم أمور دينك على الأقل ترجع إلى مهنتك وتكون متعلما لأمور دينك ومتعلما لأمور دنياك، تجمع بين المصلحتين. فبادر هذه الفرصة، تعلم من أمور دينك ما تحتاج إليه وتعود إلى مهنتك مع المحافظة على دينك، لا توالي الكفار، بمعنى تحب الكفار أو تنبسط معهم، جانبهم ولا تحبهم. وأما اختلاطك معهم في العمل وأنت تبغضهم وتعاديهم فلا مانع، وإذا دعوتهم إلى الإسلام هذه فرصة أيضا، هذه فرصة وعمل صالح. إذا دعوتهم إلى الإسلام وبينت لهم مزايا هذا الدين، ربما أن الله يهدي بك منهم أحد ولو واحدا. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.